بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده مع رحال، البرنامج اللي بيتكلم عن كل حاجه بتخص الحضاره والتاريخ. احنا لسه مكملين في سلسله شخصيات تاريخيه. الشخصيه اللي معانا النهارده هي اول امراه تحكم المسلمين في اسيا، هي سلطانه دلهي السلطانه راديه. بتبدا الاحداث مع شخصيتنا النهارده من عام 1205 ميلاديه في قصر شمس الدين التتمش، وهو الحاكم الثالث لسلطنه دلهي في الهند، واللي فيها اتولدت راضية أو رازية زي ما كان بيطلق عليها، وكان أسلافها من الرقيق الأتراك. دخل والدها شمس الدين مدينة دلهي وهو عبد، والكلام ده كان في عهد السلطان قطب الدين أيبك. وقتها أعجب الحاكم بكفاءته ومهارته فعينه حاكم للإقليم. ومش بس كده، هو كمان كان مفضل عند السلطان، والدليل على كده أنه أعتقه وزوجه بنته تركين خاتون، وبكده أصبح من العائلة الحاكمة وتنصب السلطان الثالث لدلهي بعد وفاة أيبك. وكانت راضية هي الابنة الوحيدة لوالدها السلطان، واللي اتدربت زي أشقائها الذكور على الفروسية والقتال بشكل محترف، وتعلمت كمان مهارات عسكرية وإدارية، واللي خلت عندها معرفة جيدة إنها تقدر تدير الدولة بشكل جيد جدا. وكانت راضية هي الابنة المفضلة عند والدها، وعلشان كده هو اهتم إنه يغرس فيها المهارات دي علشان تساعدها إنها تكون زوجة صالحة وأم لسلالة من الأمراء. وبعد 25 سنة من الحكم للسلطان شمس الدين التتمش، وقتها كان على فراش الموت، وكان في حيرة شديدة من أمره، لأن ابنه البكر ووريثه هو ناصر الدين محمود اتوفى، واللي كان حاكم البنغال. وحيرة السلطان إنه ما كانش شايف أي حد من أبنائه الباقيين على قيد الحياة أكفاء للحكم، وعلشان كده اتحدى كل العادات والتقاليد ورشح بنته تبقى وريثة بالحكم، وفضل تبقى السلطانة راضية السلطانة اللي تحكم البلاد من بعده. لكن بعد وفاته كانت محكمة النبلاء من أكتر الناس اللي رافضين إنهم تحكمهم امرأة، وكان في تنافس شديد على انتقال السلطة، والصراع ده حصل في أقل من عام بعد وفاة السلطان شمس الدين. وقتها كان اعتلى ابنه ركن الدين العرش، واللي فضل لمدة 6 أشهر و28 يوم فقط، وده قبل ما تهزمه أخته راضية وتخلعه. وقتها كانت راضية غير متزوجة، وأصبحت أول سلطانة في دلهي وهي في عمر 31 عام. وتولت السلطانة راضية الحكم وتميزت بالجراءة والإقدام، لدرجة أنها كانت بتقود الجيش في ساحات المعارك، وده بيرجع لأن طفولتها كانت مختلفة عن طبيعة النساء في الوقت ده، واللي كانت بتتميز بالسلوك الخجول والمتحفظ. كمان اتعاملت بندية مع السلاطين الآخرين، وانتصرت عليهم في معارك، واستولت على مناطق مختلفة حول البلاد. وعلشان الناس ما تتعاملش معاها على أساس إنها امرأة ويبصوا ليها النظرة إن هي ما ينفعش تحكم البلاد ويرفضوا حكمها، كانت بترتدي ملابس الرجال، ورفضت إنه يطلق عليها لقب سلطانة، وفضلت يطلق عليها لقب جلال الدين السلطان راضية. كمان سقت قطع نقدية بتحمل اسمها وألقابها زي ملكة العصور السلطان راضية ابنة شمس الدين التتمش. وفي الفترة اللي حكمت فيها راضية اتطورت مدينة دلهي جدا، وشهدت نهضة ثقافية وحضارية كبيرة في الفترة دي، واللي استمرت لأربع سنوات فقط. وقتها كانت أمرت ببناء طرق بتربط القرى والمدن، كمان ألغت الضريبة واللي كان بيتم تحصيلها على الهندوس، وضربت عملات معدنية باسمها زي ما قلنا قبل كده، واهتمت بالتعليم والثقافة، وأنشأت مدارس وأكاديميات ومكتبات عامة ومراكز بحثية. ونتيجة كل الأعمال دي وتفوقها ونجاحها في إدارة البلاد، اكتسبت شعبية وحب كبير من الجميع، بس ده ما منعش إنها تكسب في نفس الوقت كتير من الأعداء والمتآمرين، واللي وصلت للغيرة عند بعض النبلاء، واللي شعروا إن وجود امرأة في منصب السلطان هو بمثابة إذلال للمحاربين والنبلاء الذكور. وكان واحد من النبلاء هو مالك أخطار الدين ألتونيا، وهو كان حاكم مدينة باثيندا في الهند. وقتها وضع خطة علشان يساعد شقيق راضية وهو معز الدين بهرام شاه في الاستيلاء على الحكم وتولي العرش. والكلام ده كان مفاجأة وصدمة كبيرة لراضية، باعتبار ان ألتونيا كان من اقرب اصدقاء الطفولة ليها. واجهتهم راضية بجيشها وقتلت بمنتهى البسالة والشجاعة، لكن للأسف اتعرضت لهزيمة شديدة واتسجنت في قلعة مبارك في باثيندا. وفي الوقت ده اعلن شقيقها نفسه سلطان لدلهي، ويعتقد ان السبب في انقلاب ألتونيا هو شعوره بالغيرة على راضية، وده لان ادعى بعض النبلاء ان في علاقة عاطفية بتجمع ما بين راضية وعبد ليها يدعى جمال الدين ياقوت، وده اللي خلى ألتونيا يغضب جدا لانه كان بيحبها منه هم اصدقاء في الطفولة. وبيقال انه عشان كده ما دامش حبس راضية لفترة طويلة، واتجوزت ألتونيا وكانت بتحثه على القتال معاها لاسترداد العرش،
وفي عام 1240 راحوا لدلهي علشان يحاولوا يستعيدوا المملكة، لكن للأسف للمرة دي كمان هي اتهزمت وأجبرت على الفرار. وفي خلال فرارها اتقتلت راضية وهي في عمر 35 عام. وفي إحدى الحكايات بتزعم إن أحد الهندوس أسر راضية وزوجها وقتلهم، لكن النظرية الأكثر شيوعا بتقول إن شقيقها بهرام أعدمها بعد القبض عليها. ودي كانت نهاية أول امرأة تحكم المسلمين في آسيا. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة، واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.